هو الدكتور الاستشاري اتأخر ليه كده؟ اه وصل يا فندم خلاص. شكل مدام نوال ألف مبروك والحمد لله على سلامتك. الورم اتشال كله. الحمد لله الحمد لله. الحالة بتاعتك دي من أصعب الحالات اللي مرت عليا. اللي حصل معاك ده معجزة بمعنى الكلمة، والمعجزة دي أنت السبب فيها بسبب صبرك وإيمانك. ألف مبروك. شكرا يا دكتور تعبناك معانا. بعد إذنكم. اتفضل يا دكتور. الحمد لله يا رب ما أشوف فيكي شر أبدا. ولا أشوف فيكي يا حبيبي. تسلمي يا حنون. حبيبتي علي يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله. ربنا كبير وجبر بخاطرنا الحمد لله. طب بتعيط ليه؟ دموع الفرح بقى. كفايه عياط بقى كفايه. اكمل بقى دموع الفرح. وانت بتعيطي؟ لا اخوكي بس. الحمد لله. يلا يلا يا حبيبي. يلا 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 حبيبي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خد ما اقول لك يا فريد. هو انا مش بكلمك؟ خلاص بقى يا علي، قلت لك انا مش عايزه اسمع حاجه. ايه دي؟ معقول على طول خناق ما بتزهقوش؟ ما عارف. انا اخر مره اتخانقت فيها انا ونوال تقريبا ايام الخطوبه، تهيألي كده. بعد الشر علينا. انت هتجيب ايامنا زي ايام الولاد دول؟ خلاص قفلوا الموضوع ده بقى عشان الحاجات دي تتحسد يا جدع. والله انا فيها حاجه لله. طب فاكره يا فريده؟ فاكره لما كان نفسي نخلف توينز؟ لا فريده مش فاكره. السلام عليكم. عليكم السلام. اتأخرتوا ليه؟ يا زحمه قوي، بقى لنا ساعتين في الطريق. انتوا لسه كنتوا بعيد، مبقيناش نشوفكم غير في المناسبات. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عبدو؟ ازيك يا عبدو؟ ازيك يا دودو؟ دودو مفرهده. ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش بوسه ولا حضن ولا اي حاجه؟ معقول كده يا اختي؟ جرى يا عم ياسين، عايز تعمل لنا مشاكل كبيره ولا ايه؟ بوسه بالعافيه. اهلا. خلصت من ادهم ترى لنا ياسين؟ ما تخليك في حالك بدل ما صلطوا عليه. بلاش يا حنان، مش هسلم عليه، انا خلاص بقيت اب. بقول لك يا عدول، صحيح في ماما في واحد صاحبي تعبانه، كنت عايز ابعتها لك العياده تكشف عليها. مين ده صاحبك؟ مدحت يا ماما. الله يرحمه. طب انا هكلمها اسال عليها. فيك الخير يا حبيبتي. تنورني طبعا. هخليهم يكلموك من العياده يدوا لك ميعاد. لا ده انا هروح معاها كمان. سلام، ربنا يخليكي لينا يا ست الكل. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.